كان لي شرف وسعدت بلقاء فخامة الرئيس محمود عباس، وكانت مهمتي الأولى فور وصولي للقاهرة هو مقابلة فخامة الرئيس وتسليمه رسالة الرئيس عبد المجيد تبون، وهي الرسالة التي تتضمن الدعوة لحضور القمة العربية التي ستنعقد إن شاء الله بالجزائر يوم الفتح والثاني من نوفمبر المقبل إن شاء الله. فتسلم فخامة الرئيس هذه الرسالة وأبدأ إرادته القوية في المشاركة شخصيا وفي مساهمة دولة فلسطين في إنجاح هذه القمة. وكما تعلمون بالنسبة للجزائر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، وستكون في قلب انشغالات رؤسائنا وعقادتنا أثناء القمة، وستتوج بالنجاح، لأن الرغبة من رغبة الجزائر هي جمع الشمل ودعم هذا التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة. فاحنا سعدنا بلقائنا مع فخامة الرئيس، ونصائح دائما ثمينة، وستبلغ آراءه وأفكاره واستعداده في المساهمة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون فوراً.